السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مات الحاج محمود العربي الله يرحمه، وفضلت أغرب دراسة جدوى عملها تاجر في الدنيا، إنه ما كانش بيحسب قبل كل صفقة وهيكسب قد إيه، كان بيحسب وهيشغل كم واحد وهيفتح كم بيت. مات الحاج محمود العربي الله يرحمه، وفضل موقفه العجيب من شريكه اللي مرض بعد يومين ومات، وفضل مدى الحياة يدي نصيب من الأرباح لأولاده لحد ما مات. مات الحاج محمود العربي الله يرحمه، وفضل موقفه الغريب من 40,000 عامل، ربنا جعله سبب لفتح 40,000 بيت. لما جت أزمة كورونا واللي كان عنده 10 عمال قال لهم مش قادر والله أدفع، فضل يدفع لهم في أزمة كورونا، وده معناه مليارات يا جماعة لما نحسبها في السنة بتاعت الأزمة، ده معناه مليارات. مات الحاج محمود العرب الله يرحمه، وفضل 40,000 بيت ربنا جعله سبب في فتحهم طول ما كان عايش، وفضل العمرات اللي كان بيعملها للموظفين اللي عنده، وفضل المساجد اللي فرشها على حسابه، وفضل المشاريع الخيرية اللي هو عملها بفضل منة الله وكفالها. مات ولكن فضلت المواقف. يعني الاخر رساله لكل راجل اعمال، رساله لكل واحد غني، رساله لكل واحد معاه فلوس، هتموت كله رايح كده كده هتروح لربنا بكفن، ولن تاخذ اي شيء معاك وكفن ملوش جيوب، ولكن انت هتقابل ربنا بايه؟ لانك انت هتتسال عن كل جنيه ربنا اداهولك جبته منين وصرفته فين. القران بيكلمنا عن رجال اعمال، بيكلمنا عن راجل اعمال اسمه قارون، ربنا بيقول اتيناه من الكنوز، كنز الفلوس اللي ربنا اداها له ما طلعهاش في الخير، اتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لا تنوء بالعصبه. بيكلمنا عن راجل اعمال عمل في عمل ايه بالفلوس دي، خرج على قومه في زينته فتن الناس. يا جماعة القهوة اللي الشباب سهرانين عليها بيعصوا ربنا، مين اللي فتحها؟ راجل اعمال. النوادي اللي ما فيش فيها اي ضوابط اخلاقية، ولكن يعني المهم الاشتراك السنوي، مين اللي فتحها؟ راجل اعمال. قنوات الكليبات، مين اللي فتحها؟ راجل اعمال. راجل الاعمال لما بيفسد وبيبقى همه الفلوس وبس بيبقى شطان، بيضيع الدنيا كلها، لان المشاريع اللي بيعملها ومش همه دين ولا بيراعي حرمة ربنا في حرام وحلال، المهم انه يكسب وخلاص. برضه الدين والاسلام والقران والسنه بيكلمونا عن راجل اعمال اسمه ابو بكر الصديق، طلع كل ماله عشان الهجره وقال ابقيت لهم الله، تركت لاولادي الله ورسوله، سبت لهم حته ارض، سبت لهم بيت، سبت لهم ايه؟ سبت لهم ربنا، ربنا مش هيسيبهم ابدا. وراجل اعمال تاني اسمه عثمان بن عفان، طلع كل ماله عشان يشرب المسلمين ميه من بئر روما وعشان ينفق على غزو تبوك، والرسول عليه الصلاه والسلام قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. انت راجل اعمال، امتى هتاخد نيشان ما ضر فلان ما فعل بعد اليوم؟ امتى هتاخد النياشين؟ راجل اعمال تالت اسمه ابو الدحداح، لما لقى شاب غلام يتيم في المدينه في نخلة في البيت بتاعه بتاعت واحد تاني، ادى للراجل 500 نخلة، يعني اداله جنين، يعني اداله حديقة، يعني اداله ثروة مقابل ان النخلة دي ياخدها الغلام، والنبي عليه الصلاة والسلام بشره ان النخلة دي في الجنة. انت ما انتش، انت ممكن تاخد الجنة بمالك، انت ممكن تبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة بمالك. انت يا جماعة الغنى مش حرام يا جماعة، رجال الاعمال دول التاجر الامين مع النبيين والصديقين والشهداء، التاجر اللي كويس اللي فلوسه فعلا بتروح في طاعة ربنا وكسبها من حلال، ده في الفردوس الاعلى. يا اخوانا عبد الرحمن بن عوف لما مات ساب 2.25 مليون درهم وساب 200,000 دينار ذهب، كانوا مالتي مليونيرات مليارديرات. الزبير بن عوام لما مات بيوته اللي في الشام في العراق في مصر في المدينه اتباعت ب 50 مليون درهم. يعني الغنى مش حرام ورجال الاعمال، ولكن انت هتعمل ايه؟ انا بقول لكل راجل اعمال، انت قدامك صفقه الدنيا والاخره، انت ممكن تتاجر مع الله بمالك وتكسب اللي عمرك ما تتخيله، انت بتطلع من مال محدود، ولكن ربنا بيديك من خزائن السماوات والارض، ربنا بيديك من غنى لا ينفد سبحانه وتعالى. انت كسبان ايه لو تاجرت مع ربنا انك تفتح مشاريع تحفيظ قران، لو تاجرت مع ربنا انك تعمل على النت وعلى شبكه النت معاهد لتحفيظ المسلمين في العالم القران، لو تاجرت مع ربنا بالاعمال الخيريه، لو تاجرت مع ربنا انك تطلع عمال مصانعك وشركاتك كل سنه احسن 100 موظف مثلا عمره، لو تاجرت وتبقى على حسابك، لو تاجرت مع ربنا انك انت فعلا تصرف على نصر الدين ربنا على دعوه غير المسلمين في افريقيا والعالم، لو تاجرت مع الله بمالك انت كسبان ايه؟ رقم واحد ربنا هيزود لك ثروتك. سعد عبد الرحمن بن عوف لما السيده عائشه قالت له ان الفقراء بيدخلوا الجنه قبل الاغنياء، قال لها وماذا افعل؟ اذا كنت انفق 100 بطلع 100 دينار لله فيخلف الله علي 1000، انا مش عارف افتعر، انا كل ما بطلع لله ربنا بيديني اضعاف مضاعفه. هتعمل كل ما هتدي ربنا لانك ما انت شاكر من ربنا. عبد الرحمن بن عوف لما هاجر في سبيل الله وبدا يتاجر من الصفر عصامي، مالتي ملياردير عصامي، قال ظننت اني لو رفعت حجره لوجدت تحته ذهبا، يبقى رقم واحد ربنا هيفتح عليك. يلا هتبتغي بمالك وجه الله ونصره الله وتحفيز الناس القرآن والأعمال الخيرية وصلة الأرحام، رقم اتنين ربنا يحفظك في أولادك، لأنك هتموت وكله رايح وهتسيبهم، ربنا يحفظك في أولادك. مقاتل ابن سليمان رحمه الله من كبار السلف، دخل على المنصور يوم ما المنصور اتبايع بالخلافة، يوم ما بقى ملك أعظم ملك في الأرض، فبيقول المنصور بيقول له عذني ذكرني، أنا النهاردة حاسس إن أنا باشا الدنيا كلها، أنا حاسس إن أنا الدنيا كلها بقت تحت رجلي، عذني ذكرني بالله. قال يا أمير المؤمنين إن عمر بن عبد العزيز مات وترك 11 ولد، ساب 11 ولد ولم يترك إلا 18 دينار،
دينار كفن بثمانية، وإن هشام بن عبد الملك مات وترك 11 ولد، برضو 11 عيل زي عمر بن عبد العزيز، ترك لكل ولد 1000 دينار يا اخوانا، يعني مليارات يعني لكل ولد. ولقد رأيت في يوم واحد ابنا من أبناء عمر بن عبد العزيز يتبرع ب1000 فرس في الجهاد في سبيل الله، ورأيت في نفس اليوم أحد أبناء هشام بن عبد الملك يتسول الناس. القصة مش هتسيب لأولادك فلوس قد إيه، القصة أنت هتسيب لهم الله هيبقى خلفتك على أولادك ولا لا، الله اللي هيخلفك في أولادك ولا لا. النقطة الثالثة، عايز تبقى تبع القارونيين ولا تبع الصديقين؟ أبو بكر الصديق كان مالتي مليونير وقارون كان مالتي مليونير، ده عمل إيه بفلوسه وده عمل إيه بفلوسه؟ ففي رجال أعمال قارونيين بيفتنوا الناس بمشارعهم وكل همهم كنز المال وخلاص، وفي رجال أعمال صديقين قضيتهم يتاجروا مع الله بالمال بتاعهم. عايز تبقى مع أبو بكر الصديق في الجنة، عايز تبقى مع عثمان بن عفان في الجنة، عايز تبقى مع أبو الدحداح في الجنة، عايز تبقى مع رجال الأعمال العظماء الصديقين دول في الجنة، ابتغي بوجهك، ابتغي بمالك وجه الله. اللهم اغفر لعبدك محمود العربي، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم وسع مدخله، اللهم اكرم نزله، اللهم انزل عليه من بركاتك وفضلك ورأفتك، اللهم ارفعه للفردوس الاعلى، اللهم تجاوز عنه، اللهم تقبل حسناته وزد له فيها، اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله، اللهم تجاوز عن سيئاته، اللهم تقبل حسناته وبارك له فيها، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، واغفر اللهم لنا ولا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.